جوالك، سيارتك، ملابسك لم تكن لتصلك دون الشحن البحري، ف80% من التجارة العالمية تتم عبره، ويعتمد على استراتيجيات مدروسة لاختيار وجهة الإبحار عبر المضايق البحرية. وتعتبر قناتا السويس وبنما ومضايق جبل طارق وملقى وهرمز وباب المندب من أهم المضايق البحرية في العالم. فما هو المضيق؟ هو ممر ضيق يربط بين بحرين أو بحر ومحيط أو محيطين. وبالنسبة للتجارة العالمية هي مسارات تشهد تزاحم السفن بسبب موقعها الهام، والأمر لا يخلو من خطورة لسببين: الأول تقني، أي يتعلق بتنظيم عملية الإبحار، وأبسط مثال لفهمه توقف الملاحة في قناة السويس لستة أيام عام 2021 بعد جنوح سفينة للحاويات، أو إغلاق مضيق البوسفور مثلاً بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب. والثاني جيوسياسي وهو الأهم، فبسبب حساسية موقع المضيق الجغرافي ربما يتعرض لحوادث أو لتعليق العمل من الدول بحالات التوتر السياسي، رغم أن المضيق في القانون الدولي يعتبر جزءاً من أعالي البحار، أي يحق لكل السفن عبوره ما لم تضر بسلامة الدول الساحلية أو نظامها وأمنها. لكن الدول يمكن أيضاً أن توظف اتفاقيات مثل اتفاقية مونترو الموقعة بسويسرا عام 1936، والتي استندت عليها تركيا مؤخراً لمنع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل، لأن روسيا دولة غير شاطئية ولا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً. الآن سنستعرض معكم أهمية قناة بنما التي تعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم. كمثال على أهمية المضايق، هو مشروع بدأته فرنسا لشق ممر بين الأمريكيتين للعبور من الأطلنطي للجانب الآخر من المحيط الهادئ، ثم توقفت وأكمل حفرها الأمريكيون بقرار من الكونغرس، وافتتحوها عام 1916. بدون القناة ستضطر سفينة قادمة من أوروبا للالتفاف حول أمريكا الجنوبية بالكامل حتى تصل تشيلي أو أبعد إلى نيوزيلندا أو اليابان. أما حفرها فوفر 22 يوماً من مدة الإبحار، وتساهم القناة بنحو 6% من التجارة العالمية سنوياً، وتبلغ إيراداتها السنوية لدولة بنما نحو 1.8 مليار دولار، ويعبرها سنوياً نحو 14,000 سفينة. لكن القناة أيضاً كانت مسرحاً للتوتر السياسي بين أمريكا التي كانت تشغل القناة وبين بنما، ففي عام 1964 قطعت بنما علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا لمنع أمريكا البنميين من رفع علمهم بمنطقة القناة. حلت الأزمة عام 1977 بمعاهدة لنقل تشغيل القناة لبنما عام 1999 مقابل منح واشنطن حق استعمال القوة العسكرية للدفاع عن القناة ضد أي تهديد لحياديتها.